السلام عليكم خوتي، معكم مع رفيق اج فيديو جديد. اليوم ان شاء الله، اليوم اخوتي الموضوع ديالنا نهضر لكم على الحمامه اللي عملت العمليه وكل شيء كيسقسيني كيقول لك القات كي يعني شنو وقع لها شنو هذاك، بزاف الاسئله طرحوا عليا. بقاو معنا اخوتي نجاوبكم لهاد الاسئله اللي طرحوا عليا المشاهدين على الحمامه اللي عملت العمليه. بقاو معنا اخوتي. داكو الموضوع ديالنا اخوتي يعني نهضر لكم على الحمامه اللي عملت العمليه الفيديو اللي فات ديال الكارتي تاع الحمام النقطه. الحمامه اللي كنت عملت لها العمليه اخوتي البارح ماتت، مسكينه يعني البارح ماتت، يعني بقات فيا بزاف ديك الحمامه هذيك، يعني قديمه وهي عندي وتذكر يعني عزيز الصراحه عندي، يعني بقاو لي ولادو ولكن مي مات بقى فيا الصراحه. يعني دابا نهضر لكم المشكل ديالو باش مات، يعني العمليه نجحت ولكن المشكل اللي كان عنده ما بداش، يعني مابقاش كياكل مابقاش كيبغي ياكل ومابقاش كيشرب يعني مزيان مابقاش كياكل مزيان، يعني ضرب سيمانه عندي الحمامه بدات كتضعف. يعني الحمامه اخوتي ملي كتضرب شي مده ما كتاكلش مزيان ولا ما كتشربش الجسم ديالها كيضعف. يعني خصكم اخوتي الحمامة اللي وقعت لي العيدة، يعني السبب ديال العاود اللي وقع لي العيدة هي تعطلت لها بالماكلة ومعديتها الماكلة، كلات بزاف يعني كلات بزاف عليها، يعني مقدرتش يعني خويلة، كاين بزاف بنادمين قالك كان عليك تخويلة من لقمة، يعني الحمامة اللي تقدر تخويلة ماكلة من لقمة إلا كانت واكلة شي حاجة يعني هي تقريبا البوشون ديالها كامل امراض بماكلة، يعني ما تقدرش تخويلها ماكله من دغمه، حيت الا بديتي كتخويلها من دغمه كتبحال ماكله من دغمه تقدر تخنق وتقدر يعني تفقد الحمامه داك النهار هذا. يعني بزاف ديال الناس يعني العمليه كيعملوا لها العمليه كتنجح، كل شيء شاف يعني العمليه اللي مثل الفيديو اللي فات، نزلت صور ديالها في اليوتيوب، يعني كانت مزيانه ولكن المشكل اللي كان عندها ما كانتش كتاكل مزيان. يعني اخوتي النصيحه اللي عندي اي مربي ديال الحمام ديال الحمام النفاح كارتيفان هو ان ما يخليش الحمام يتعطل من الماكله والماء ضروري، حيت هذا المشكل كيوقع لنا الحمام هادو بزاف. بالنسبه يعني الناس اللي كتقول لي مبتدئين خصهم يشربوا الحمام النفاح، الاسان اخوتي يعني تعرفوا بزاف ديال الطرق ديال تربيه الحمام ديال الحمام النفاح، عاد يمكن لكم تدخلوا في التربيه ديالهم، حيت هاد المشاكل هادو غيوقعوا لكم، يعني تقدر تخسر الحمامه، يعني يوقع لك شي مشكل بحال هيدا ما تعرف ما تمل، ويعني حاجه بسيطه تقدر تخسر بها الحمامه، الحمامه شاريها بفلوس. المهم اخوتي يعني هذه النصيحه اللي غنطلب منكم، يعني تحاولوا تديروا الحمام ماكله في الوقت، ما تعملوش بحال اللي عملت انا وتعطلت لهم بالماكلة. يعني صراحة ملي كنمشي نسافر في الخدمة ولا في شي حاجة ولا في اي بلاصة، صراحة السبب ودابا السبب اللي مكيخليني نسافر بزاف هي الحمام، يعني ما كنخليش باش ما نخليهمش بجوع على بلاطيش، يعني ضروري خصني اما نخلي معاهم شي واحد اللي يقابلهم او لا. يعني بزاف المرات ما كنسافرش بسبب ديال الحمام، يعني ما خصنيش يوقع لي شي مشكل ليلو بصراحه. ملي كتمرض لي حمامه ولا كتموت شي حمامه كنتعصب، وصراحه يعني كنتعصب ثم مجرد كنبدا نبكي على الحمام، يعني صراحه بقات فيا بزاف هاد الحمامه هادي اللي ماتت. ولكن اخوتي هذا المكتب يعني مكتب اللي غتموت وكم يمكن ان نموت اخوتي. المهم اخوتي شكرا للناس اللي دعمتني والناس اللي وقفت معايا وتبعتني في هاد الايام هادي ديال هاد الحمامه، يعني الصراحه بقات فيا بزاف ولكن وما جمع عندي ما نعمل. المهم اخوتي بقاو معنا نوريك الفروخه ديالها، باقي لي الفروخه ديالها وبعت بزاف الفروخه يعني ديالو ديال هاد ديال هاد الكراده اللي مات. بقاو معايا اخوتي، بقاو معنا اخوتي نجيب لكم يعني الحمام اللي
عندي باقي لي شحال شي 3 الحمامات يعني منا، بقاو معنا غادي نوريو يعني نوريكم واحد واحدة منهم يعني طلعت كتشبه لها، وهذه هي اللي كنتفكرها بها. ها هي اخوتي، يعني صراحة ملي كنتفكر ديك الحمامة صراحة والله إلا كتبقى فيا بزاف، ولكن هاهي غادي نتفكر فيها. اللهم بارك أخوتي. المهم أخوتي اللي عجبو هاد الفيديو هدا يعمل ابوني وبارطاجي، بارطاجي مع الناس باش يوصلو يعني باش يوصلو هاد الفيديو ويوصلو هاد النصيحة هادي اللي كننصح بها جميع مربين الحمام. يعني تحاولوا الحمام تخليو يمشي بالجوع اولا بالعطيش، وتحاولوا تهلاو في الحمام وتراقبوهم مزيان باش ما يأديهم تمرض. وشكرا خوتي على الناس اللي دعمتني وقالت لي كمل. المهم اخوتي كان هذا هو فيديو ديال اليوم، اللي عجبو هذا الفيديو هذا يعمل ابوني، ضغط له الجرس باش يوصل الجديد، ويعمل لايك لايك ويبارطاجي مع الجيران ديالو. وشكرا خوتي على الدعم ديالكم وبيس دراري، وكنبغي الناس اللي كتبغينا يعني تبارطاجي معنا هذا الفيديو هذا باش توصل لجميع المربين ديال الحمام. شكرا خوتي، فيديو اللي ماجي ان شاء الله.